السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة سائق التاكسي الأردني. طبعا الله يحفظ الأردن وشعب الأردن، إليكم هذه القصة. ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين القبض على سائق تاكسي في مدينة العقبة، قام بعرض مقطع إباحي داخل مركبته العمومية، والتقط إحدى المواطنين فيديو له أثناء ذلك، وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر أمني إنه تم إحالة السائق إلى محافظ العقبة والذي قرر توقيفه. نسأل الله الستر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.